اليوم الوقت هذا هو وقت اخر، لانه بالنسبه لي انا كانت تجربتي مع خمسه رؤساء مجالس بلديه، كنقول بانه فعلا انه ثلاثه ديال المحطات اليوم كنلقاو بانه المجلس البلدي هو سباق لهذه المساله، خصوصا انه اليوم كنعرفوا بانه صوره منذ انطلاقها كانطلاق كعمران مدني ومتحضر، كنلقاو بان كل حي كان يتوفر على زاويه، بانه لم تكن بالصوره فقط اربع زوايا، بل كانت 20 زاويه واكثر بشكل عفوا خذ. والان كنعرفوا بانه الزوايا كانت تمثل الصوره بواحد التمثيل جميل. واليوم عندنا الناس اللي هما فعلا بغينا ولا كرهنا، وبغينا ندوب الحقيقه وبغينا ندوب بسرعه، ناس اللي ثبتوا بانه موجودين ومهمين بالافعال ديالهم وبالتعريف ديالهم بهذا المجال. ما عمر كان خلاف، هو خلاف مفتعل، مفتعل هذه واحد 10 سنين او كان في خفيف، لانه ما يمكنش يكون الاختلاف، لانه كل طرقيه وهي تختلف عن الاخرى في مجال اشتغالها. الا ان الزوايا مؤخرا في المغرب فرضت وقتها باش خرجت من الاطار الضيق الى المجتمع، خروجها اعطى سلوك معين او ما تفهمش، ولكن ايجابي اكثر ما هو سلبي. حنا كنقولوا بانه اليوم كانت فعلا النيه ديالي، قلتها للسي حمزه، قلتها للسي دينار، قلتها للسي سيلان، انه وجهوا بالتفكير فعلا في هاد الطاقات اليوم اللي كتهضر، هاد الصراع المجاني الفارغ في المجتمع، وهنا في المجتمع من يقتنص هذه الفرص ليعيش في هذا الماء العكر ويقتل ما هو اللي غادي يعطي مسائل ايجابيه لنا ولرئاسه المجلس وللمدينه، ويعطي بعد عالمي ليس فقط وطني. بان الطرقيه في المغرب اليوم عرفوا بانه استقرار المغرب عبر التاريخ كانت الزوايا مساهمة بشكل كبير وكبير وهام. اليوم راه الأمن اللي كنعيشو، سن الأمن والترقية والعبادة والمذهب المالكي ساهمت في ترسيخه وتمريره عبر الأجيال. الزوايا كما أن المساجد، حنا اليوم هذه واحد أربع سنين أو خمس سنين ست سنين يعني من فترة المجلس السابق، ظهرت أمور جديدة ما حاولناش نتحكموا فيها، بدات خلافات، ولكن هي خلافات حنا كنشكروا السيد الرئيس ومن ساهم في ترسيخنا. كنعرفوا صوره ثقافيا موسيقيا، صوره موسيقيا كانت فرقه في القرن الثامن عشر انقرضت، اسباب كبيره انقرضت، لكن كان فعل ثقافي صوفي ديني خطير وثقيل، لأن الزوايا كانوا كيجيو الناس كبار للصوره، وعندي ما يقال في هذه المسائل، كانت شخصيات وازنه تاتي حتى من الشرق. الزوايا والاب ديال الصد ديال الطيب صديقي في إيقاد السريره ذكر من العلماء والادباء ورجال الدين في الكتاب سرد مئات الاسانيد. حنا اليوم كنقولوا بانه السيد الرئيس الحاج مارينا السي حمزه جردي وشاب دينار، اليوم هادو هما اللي كاينين في المدينه، اليوم هادو ثقافه، كاينه تجربه وكاينه الخبره وكاينه الشباب كيتمثل في دينار، فيمكن حنا نلقاو ويبقى لنا السيد الرئيس نديرو واحد التعامل باش هاد الناس نتعاملوا جميع باش نديرو ان شاء الله واحد الفعل ثقافي ثانوي تعرف به المدينه كقيمه ويحج لها جميع الطوائف المغرب، ولمال الطوائف اللي هي انبثقت عن الزوايا في المغرب بما فيه الجزائر وتونس وليبيا والدول المجاوره. كانت فكره لانه كنعرفوا بان الحاج مارينا والسي جورتي والشاب دينار هم راه لوحمه واحده وراه ولاد الدار ونفس باب واحد وتفرعوا من فرع واحد. حنا ما نكرهوش باش يتجمعوا يديروا فعل ثانوي، السيد الرئيس يدير معاهم فوق الجهد باش يدير فعل ثانوي مشترك ويتجمعوا ويديروا فعل. انا حبيت كانت فكرتي جمعتهم ذاك العام السنه الماضيه، كنا باش نجمعوا نديروا 200 مديح
نجمعوهم في دقه ويطلعوا كاملين. درنا الاجتماع الاول وفشل. تقربلات البلاد وكاش بيدير هذا، ولكن كانت النيه هو جمع كل المنشدين وكل الاخبار باش نديروا نشكلوا نخبه محليه فيها. راه النخبه اللي طلع لنا واحد 20 شيخ راجلين في الديور عياو، وعيطنا لهم مع الشباب، وكان رئاسه المجلس شدت هاد لوفوتيس الجنين. راه غادي تكون عندنا شي حاجه جميله بزاف. وكنقول بانه المعاد هو راه معاد ديال المجلس البلدي ديال مؤسسه مفتوحه، ونحن ايضا نساهم لا بالكتابه الموسيقيه او باللوجيستيك او كل باش نحققوا، لان الصوره يمثلها ما هو صوفي اكثر من مما هو نغني. هذه حقيقه مفروضه وفرطنا فيها بزاف. هذا الاجتماع هو جدا ومحطه من المحطات الجديده اليوم، حيث ما عمر اجتمع بهذا الشكل. الى اللي كيهمنا الامر كامل، لا بالنسبه للسي حمزه ولا بالنسبه لسي دينار، كل شيء داك الشيء من هنا خصنا نخرجوا ان شاء الله، نخرجوا مصفيين ونساو الماضي ونديروا داك الكتاب ديال دفننا الماضي وندلق للمستقبل ونعملوا في الحاضر لمستقبل لاجيال جميله. وراه كاينين الدراري في الخيريات، وكاينين الدراري كنا كنتعاملوا مع الخيريه عامره بالدراري فليعمروا امداح ويعمروا طرقيه. هما الدراري في الخيريات.